بطولة افريقيا تحديدا للرماية اللي بقالنا فترة بتقريبا اسبوعين بنتابعها والنتائج النهائية للمنافسات في هذه البطولة اللي اقيمت طبعا وناوهنا قبل كده بمدينة مصر الدولية للالعاب الاولمبية بالعاصمة الادارية وبمشاركة اكثر من 250 رامي ورامية من 15 دولة افريقية، بطولة كبيرة جدا ومؤهلة لاولمبياد، ومصر كمان سيطرت الحمد لله على المركز الاول في الترتيب العام للبطولة وحصلت على 38 ميدالية. فانت بتتكلم برضو يا كريم في امور رائعه جدا ومبشره باذن الله ان احنا ربما الاولمبياد هذه النسخه يبقى فيه نتائج مختلفه. انا اتمنى ذلك حالي حال اي مصري، كل اولمبياد بيبقى عنده امال ان شاء الله يبقى عدد الميداليات اقوى افضل رغم كل برضو الظروف اللي الابطال بتاعنا او بتوعنا بيتعرضوا ليها يعني، بس بالتأكيد ان شاء الله يقدروا يحققوا نتائج مختلفه. بالتاكيد انا هوندي طبعا زي ما بنقول يعني طفره رياضيه مميزه جدا في الالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه، وده الشيء اللي بيسعدنا وبيسعد الشعب المصري بالكامل. ويمكن كمان في هذا السياق حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه على تكريم روبرت فرانشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي للرمايه والمشرف على البطوله الافريقيه للرمايه. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للاعبينا في هذه البطوله اللي منتظرين منهم المزيد. ويمكن كمان بالمناسبه يعني مش كبير على مصر مش بعيد على مصر التنظيم الرائع والمميز جدا، لان يمكن كل الناس انا هوند اشادت بالتنظيم الاكثر من رائع، ده مش جديد على مصر لان مصر مليئه بالانشاءات الكبيره جدا، عارفه يعني ايه قيمه المحافل الدولية البطولة الأفريقية. فبنوجه كل التحية والتقدير طبعا لكل القائمين على تنظيم هذه البطولة المميزة. وبالتأكيد لو حبيبا نقرب بشكل كبير جدا ونتكلم طبعا عن هذا الأمر أكيد هيكون معنا في هذه اللحظات من خلال مكالمة تليفونية طبعا اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية. صباح الفل على حضرتك، بنرحب بيك طبعا أنا ونهاوند وموفقين دايما يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك وصباح الخير وعلى جميع السادة المشاهدين، وبشكرك جدا على المقدمة الجميلة. شكرك سيادة اللواء. طبعا يعني طبعا بنبارك لعدد المتأهلين الأول في البداية وتصدرنا للبطولة، لكن حابين نعرف من حضرتك رد فعل المشاركين على التنظيم الأكثر من رائع الحقيقة لمصر على المجهود الكبير اللي بيبذل ولسه كمان القادم أفضل بمشيئة الله. طبعا كل الدول المشاركة في بعض منهم كان حضر بعض البطولات اللي في مدينة مصر قبل الأولمبية، وفي بعض الدول الأخرى كان ليهم أول مرة يشاركوا في هذه البطولة. طبعا الفارق بيحسوا بيه لانه مصر في التنظيم تفوقت تماما على دول العالم، وبالتالي ادونا انطباع قوي جدا سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او في الانترفيوهات مع القنوات المختلفه ان احنا وجدنا في مصر ما لم نجده في دول العالم الاخرى من حسن الاستقبال والتنظيم وسرعه تنفيذ نقل الادوات والاسلحه والمعدات من المطار الى اماكن اقامتهم واماكن تدريبهم. بالاضافه لكده طبعا هم كان بالنسبه لهم مدينه مصر قبل الاولمبيه هي نموذج لم يراه قبل، وبالتالي تعتبر بالنسبه لهم انه مصر ومدينه مصر قبل الاولمبيه هي الاحسن والافضل على مستوى العالم. شيء مميز جدا الحقيقه، وده اللي احنا طبعا يعني بنتكلم عليه ان مصر يعني في التنظيم الحقيقه وفي اي امور الحقيقه بتبقى اكثر من رائعه. لكن كمان سؤال مهم حابين نسال حضرتك عليه طبعا سياده اللواء، التجهيز ازاي بالنسبه للاعبين، الخطه ازاي، لان احنا طبعا الاولمبياد حابين يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون عندنا حصاد كبير للميداليات، الخطه ازاي والتجهيز ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا كان الخطه موضوع بمشاركه جميع اللاعبين اللي دخلوا في هذه المنافسه، ولكن بعد الحصول على مقاعد التأهل بنبتدي نعمل خطة أخرى لأنه المشاركين الآن هيقل عددهم حسب كل عدد المقاعد اللي تم حددها، يعني أي نوع من الرماية تكون فيه هناك رامي أو رامية والبديل له الاحتياطي له، لأن طبعا احنا لابد أن نعمل بهذه المنظومة متكاملة حتى دورة العاب الأولمبية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. البطولات القادمة يعني مستعد ليها إزاي الفترة اللي جاية بقى، عندنا إيه داخلين عليها سيادة اللواء؟ احنا عندنا طبعا المفروض هنعمل فترة استراحة قصيرة يعني لمدة حوالي اسبوع، ثم عندنا بعد ذلك اول بطولة هتكون في مصر ان شاء الله بطولة كاس العالم للمسدس والبندقية وبندقية الخرطوش، ودي هتكون الاكبر على مستوى العالم. يليها في بطولة في دولة المغرب الشقيقة كاس عالم بندقية الخرطوش، يليها في بطولة اخرى في مدينة اذربيجان، ثم بعد ذلك في بطولة في قطر، ثم بعد ذلك دورة العاب الأولمبية. نشكرك شكرا جزيلا وموفقين يا رب ان شاء الله باذن الله ومزيد من الانجازات والانتصارات. كل الشكر والتقدير لسيادة اللواء حازم حسني على هذه التصريحات.